هزيمة تنظيم داعش في العراق أعلنت رسمياً عام 2017، لكن هجماته ما زالت مستمرة، مستغلاً الثغرات الأمنية والجغرافيا المعقدة والخلافات السياسية في المناطق المتنازع عليها. وفي إطار العمليات المستمرة ضد التنظيم، أعلن قائد جهاز مكافحة الإرهاب في العراق عبد الوهاب الساعدي عن مقتل 22 عنصراً من داعش، بينهم قيادات مهمة، أبرزهم ما يسمى بوالي الفلوجة برزان علي حسين خلال عملية أمنية في محافظة الأنبار. وقد أشار الساعدي إلى أن العملية استهدفت معسكر أبو يحيى الجميلي لداعش في منطقة الجارة قرب الحدود جنوب القائم بين الجزيرة والأنبار. ومن جهته كشف نائب قائد العمليات المشتركة في العراق الفريق ركن قيس المحمداوي أن أجهزة الأمن أحبطت مخططاً لداعش لتنفيذ عمليات إرهابية في شهر رمضان المقبل. وينشط التنظيم أيضاً في محافظات الأنبار وصلاح الدين وكركوك وديالة، وتشن الحكومة عمليات أمنية وعسكرية للقضاء عليه في مواجهة هجمات يشنها من حين إلى آخر. الأبطال من الأجهزة والوكالات الأمنية تحديداً المخابرات، وصولا الى الابطال المنفذين على الارض باداء رائع، تم قتل كل هذه المجموعه ال22، تم التعرف على 14 جثه منهم نتيجه التحليل دي ان اي، وباقي الاشخاص او الارهابيين يتم تحليلها. من بيناتهم قيادات مميزه، من ضمنهم برزان علي اللي هو يسمى الشيخ العليم، كان والي الفلوجه، واحده من القاده اعتقد ابو خالد القاضي والمهاجر القحطاني، وتسميات كثيرة، لكن هو عنصر وقيادة مهم، بالإضافة إلى قيادات متوسطة بالتنظيم، وبيناتهم كانوا عرب وأجانب، والعملية ناجحة على كل المستويات. حتما في هذا المكان ومثل هذا المعسكر وهذه الأعداد ونوعية وخصائص هكذا مقاتلين، حتما كان ينوي لعمليات كبيرة وخاصة في رمضان. أبطال جهاز المخابرات بمتابعة مستمرة لأشهر وبمعلومات دقيقة جدا وصلت لحد الأسماء والمكان والتحرك والتنقل، والأداء الرائع من جهاز مكافحة الإرهاب، ونوهنا على أنه التخطيط كان دقيق جدا، كتمان العملية، الإشراف مباشر من قائد العام القوات المسلحة، وحتى التدريب في منطقة قريبة والتنقل لأبطال جهاز مكافحة الإرهاب، ثم المحاكاة وجعل منطقة مشابهة لمنطقة الأهداف، وحتما الاندفاع البطولي الرائع والشجاعة العالية لجهاز مكافحة الإرهاب أدت لهذه النتائج الكبيرة. وينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول. أهلا ومرحبا بحضرتك على شاشة الحدث. لعلي أبدأ بالتصريح الأهم المتعلق بأنه تم الإعلان عن إحباط مخططات لهجوم داعش كان من يعني المنوي القيام أو تنفيذ هذه الهجمات في شهر رمضان. ما المعلومات المتوفرة هذه المخططات؟ ما الأماكن التي كان يستهدفها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير عليكم وعلى مشاهديكم الكرام. أهلا. حقيقة منذ فترة والأجهزة الاستخباراتية العراقية تتابع بقايا فلول أصابات داعش الإرهابي ونوايا هذه الأصابات. ولو نلاحظ أنه إحنا من فترة بدأنا بعمليات استباقية وفق استراتيجية جديدة باستهداف وفق معلومات استخباراتية بضربات جوية في ديالة، بحدود 7 ضربات جوية استطعنا من قتل بحدود 32 عنصر من أصابات داعش ومنهم قيادات بارزة. حقيقة العملية التي نفذت من قبل جهاز مكافحة الإرهاب وفق معلومات دقيقة من أبطالنا في جهاز المخابرات الوطني العراقي، كانت لدينا معلومات أنه هناك عناصر لداعش تنوي القيام بعمليات إرهابية خلال شهر رمضان، وبالتخطيط الدقيق وبالمتابعة لفترة طويلة امتدت أشهر بعد جمع المعلومات والتأكد. وحقيقة المنطقة اللي كان يتواجد فيها هؤلاء الإرهابيين هي منطقة ذات طبيعة جغرافية صعبة جدا، بحيث لا تسمح بتنقل الآليات ضمن هذه المنطقة، ظنا منهم بأنه هذه الأماكن هي آمنة بالنسبة لهم. العملية تم التخطيط لها، تم أيضا محاكاة هذه العملية والتدريب عليها فترة طويلة بإشراف ومتابعة دقيقة من قبل السيد القائد العام للقوات المسلحة،
وبعد ذلك كانت عملية بطولية لأبطالنا بجهاز مكافحة الإرهاب، حيث تم قتل 22 عنصر، ويعتبر معسكر مهم لهذه الأصابات الإرهابية وقتل قيادات بارزة. تم التعرف على 14 جثة من هذه الجثث، ومثل ما أشار تحقيقكم قبل قليل كان أحد القيادات المهمة ما يسمى والي الفلوجة، وحقيقة هو من المجرمين والقيادات لعناصر داعش الإرهابي. إضافة إلى ذلك، بعد هذه العملية والمجابهة من قبل قطاعاتنا مع هذه الإصابات، تم العثور على وثائق مهمة جدا أكيد ستكون مفتاح آخر للأجهزة الاستخباراتية بملاحقة عناصر داعش الإرهابي. يعني في ظل ما يمكن أن تفصح عنه سيادة اللواء، هل يمكن يعني الإشارة إلى ماهية هذه الوثائق، أو لربما يعني بحسب ما يمكن أن تشير له؟ يعني أكيد وثائق مهمة فيها كل ما يخص إصابات داعش، تحركاتهم، بعض المعلومات المهمة اللي لا حقيقة استخباراتية لا نستطيع التكلم بها. لكن أنا ما أريد أن أؤكده أنه داعش لا مكان له على الأرض في العراق. أي مكان يحاول الاختباء به أو يتوقع أن يكون آمن لن يكون آمن. هناك متابعة، هناك جهد استخباراتي، هناك عمليات نوعية حقيقة يوميا ننفذ عمليات، وعمليات دقيقة سواء بمعلومات أبطالنا بجهاز المخابرات أو جهاز الأمن الوطني، وكذلك مديرية الاستخبارات العسكرية. حققنا ضربات موجعة خلال فترة التي مضت ونحن مستمرون. توجيهات السيد القائد العام للقوات المسلحة أن لا نقف، أن نستمر، أن نلاحق، وأن لا نعطي فرصة لبقايا هذا التنظيم الإرهابي. سيادة اللواء، عندما نتحدث عن شخصية قيل إنها يعني أو يشغل برزان علي حسين والي الفلوجة، ما الخطورة التي تتمثل في مثل هكذا شخصية، وكيف من الممكن أن يتحقق المكسب العسكري بالقضاء على شخصية بوزن برزان علي حسين؟ أنا أعتقد الأجهزة الاستخباراتية سيدي الكريم نجحت بشكل كبير باستهداف قيادات أصابة داعش الإرهابي. لو نرجع قليلا إلى الخلف، المعلومات الاستخباراتية من الأجهزة الاستخباراتية العراقية وجهاز المخابرات الوطني العراقي كان لها الدور باستهداف المقبور أبو بكر البغدادي، وأيضا كانت في معلومات الأجهزة الاستخباراتية العراقية استهداف وقتل قرداش خليفة المقبور أبو بكر البغدادي. ايضا الضربات اللي تنفذها باستهداف قيادات تعتبر قيادات الصف الاول والمهمه افقدت هذا التنظيم الارهابي تركيزه، اصبح حقيقه غير امن في اي مكان، وهذا اندل انه نجاح للاجهزه الاستخباراتيه العراقيه. استهداف القيادات، ضرب هذه الرؤوس حقيقه تؤثر بشكل كبير على باقي عناصر هذا التنظيم الارهابي في كل المناطق المؤشره الاستخباراتيه لدينا، سواء في صحراء الانبار في بعض المناطق، او في بعض السلاسل الجبليه في حمرين، ايضا في بعض مناطق الوديان والاحراش. حقيقه بننفذ ضربات عليها دقيقه وبنحقق نتائج كبيره، ليس على مستوى القيادات فقط، وانما ايضا استهداف للاوكار لهذه الاصابات او بعض المغارات والكهوف اللي يحاول يتواجد بها. وحاليا حقيقه هو عناصر داعش وبقايا هذه الفلوجة هي مختبئة، لا تستطيع التحرك. اثنين، لا تستطيع المجابهة. ثلاثة، الدعم اللوجستي لهذه الأصابات الإرهابية أصبح ضئيل بشكل كبير، وهي تعاني، ومعنويات عناصر هذا التنظيم الإرهابي منكسرة بشكل كبير. عندما نتحدث عن امتداد تنظيم داعش، هل تنوي الأجهزة المعنية ومنهم جهاز مكافحة الإرهاب ملاحقة هذا التنظيم خارج الحدود العراقية؟ يعني هذا الأمر مناط لتقدير القيادة العسكرية العراقية. لو كان هناك أي خطر نستشعر به أو لدينا معلومات أنه هذا الخطر قادم باتجاه الأراضي العراقية، ما راح نبقى مكتوفي الأيدي، سنضرب هذه التنظيمات في أي مكان وجدت. أيضا حقيقة لدينا تعاون مع الأجهزة الاستخباراتية الأخرى في سواء دول الجوار أو حتى الدول الإقليمية والدول العالمية. تنظيم داعش السيد الكريم تنظيم دولي ليس قطري أو محلي، لهذا خطر هذا التنظيم، وهذا ما يعني يعي إلى كل العالم، هو خطر على جميع العالم ليس فقط على العراق. عليه نرى أن هناك لقاءات، هناك اجتماعات، هناك تبادل معلومات استخباراتية، هناك ملاحقة لهذه العناصر الإرهابية، ومن خلال
ما نراه يعني خلال الفترة التي مضت أنه داعش بدأ يركز عمله في مناطق شمال أفريقيا، وهذا أيضا مؤشر خطر باتجاه هذه الدول. عليه مثل ما أشرت أن يكون لدينا تعاون وتنسيق في المجال الاستخباراتي، تبادل المعلومات الاستخباراتية. وبالنسبة أن الأراضي العراقية والشعب العراقي خط أحمر، لن نسمح لهذا التنظيم أن يقوم بأي عملية إرهابية باتجاه المواطنين أو شعبنا أو الوصول إلى الحدود العراقية. إذن من بغداد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية لواء يحيى رسول، شكرا جزيلا لك. ينضم إلي مباشرة أيضا من بغداد مستشار رئيس الوزراء العراقي الدكتور حسين علاوي. دكتور أهلا ومرحبا بحضرتك على شاشة الحدث وضمن الأخبار الليلة. لعلي مباشرة أبدأ بالحديث عن أسباب نشاط تنظيم داعش. أنت تعلم أنه هذا التنظيم يتواجد في ظل ظروف معينة متعلقة يعني كانت متعلقة بتراهل الدولة، متعلقة بضعف القوات العراقية عندما تحدث عن 2013 و2014، لكن اليوم وبعد القضاء على التنظيم ب 2017 لماذا نجد أنه ما زال هناك يعني خلفية أو أرضية لنشاط هذا التنظيم؟ يعني مساء الخير عليك، مساء الخير على المشاهدين الكرام. أكيد التنظيم الإرهابي داعش في أنفاسه الأخيرة في الأراضي العراقية، طبعا يبقى تهديد موجود في الأراضي لدول الجوار، وكذلك بالمقابل مثل ما ذكر الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة لواء يحيى رسول في أفريقيا وغيرها من المناطق الاستراتيجية الأخرى. وبالتالي هؤلاء المحليين وحتى إن بقوا معهم فلول أجانب قد يقومون بالتسلل من الأراضي السورية أو غيرها من الأراضي الأخرى التي ما زالت لحد الآن تقوم بعمليات مكافحة الإرهاب من خلال الجيوش الوطنية أو من خلال كذلك قوات أمنية أو التحالف الدولي. يبقى التهديد الإرهابي موجود فيما يحيط الأراضي العراقية، لكن بالمقابل على الأراضي العراقية هنالك تقدم من قبل القوات العسكرية العراقية، إن كانت في الجيش العراقي وجهاز مكافحة الإرهاب، الأجهزة الاستخبارية في مقدمة جهاز المخابرات الوطني، وكذلك بالمقابل الأجهزة الأمنية والعسكرية وحتى قوات البشمركة. وبالتالي العمليات مستمرة حقيقة في محو وإنهاء أثر فلول التنظيم الإرهابي داعش، لأنهم الآن في مرحلة النهاية، وهذه النهاية تحتاج حقيقة إلى عمليات الحسم والتسريع، وهذا ما تحدث عنه السيد نائب قائد العمليات المشتركة وكذلك السيد رئيس جهاز مكافحة الإرهاب في المؤتمر الصحفي، وكذلك توجيهات القائد العام للقوات المسلحة أن نطور العمليات النوعية سواء من خلية الاستهداف الموجودة في قيادة العمليات المشتركة والتي ترتكز على مركب الأجهزة الاستخبارية وكذلك قوات الجيش العراقي، وكذلك العمليات النوعية التي كذلك يقوم بها جهاز المخابرات الوطني مع جهاز مكافحة الإرهاب. ولاحظنا هذه العملية الكبيرة التي قادها جهاز مكافحة الإرهاب عملياتيا ومعلوماتيا، قدم جهاز المخابرات الوطني هذه المعلومات، وكذلك بالمقابل تخطيطا واحتضانا ودعما كان من خلال قيادة العمليات المشتركة، وهذا بالتالي يتوقع تطور نوعي فيما نسميه التخطيط والاستخبارات والعمليات، أي ما نسميه 3-in-1، وهذا بالتالي تحول نوعي كبير في هذه العملية. لاحظنا سرعة ودقة وكفاءة، وكذلك بالمقابل اقتناص لهدف استراتيجي مهم قد يكون خطر، على اعتبار أن ما يسمى بغزوة رمضان قد يقوم بها التنظيم الإرهابي سواء في المناطق المفتوحة أو المناطق الصحراوية باتجاه المواطنين البسطاء، ويحاول أن يعود مرة أخرى بأجندته على الأجندة الإعلامية سواء في الأخبار الخمسة أو غيرها من الأخبار الرئيسة التي تنتشر في نشرات الأخبار للقنوات العراقية والعربية والأجنبية. دكتور حسين، من أبرز ما أشار إليه سيادة اللواء يحيى رسول أنه داعش لربما يتواجد في مناطق تمتاز بأنه جغرافيتها معقدة جدا، مما يصعب على القوات العسكرية بآلياتها أن تصل إليها.
هذا السبب إضافة لأسباب أخرى، هل يشير إلى مخاوف من عودة نشاط التنظيم؟ لا أكيد ليست مخاوف، وإنما هي محاولات استحضار، وكأننا ما زلنا مثل ما ذكرت حضرتك في بداية اللقاء لحظة 2013 و14 ما قبل سقوط الموصل ولحظة سقوط يعني منطقة الفلوجة ومن ثم تلاها بعدها مدينة الموصل. أتوقع أن العراق قد غادر هذا الموضوع. هنالك الآن قوة جوية متميزة لدى القوات الجوية العراقية، لدينا طيران الجيش كذلك وفعالياته وتمرسه في عملية الإسناد القريب كذلك بالمقابل للقوات المسلحة العراقية، إن كانت الجيش العراقي أو جهاز مكافحة الإرهاب أو أي قوة عسكرية أخرى، وكذلك بالمقابل هنالك الآن كفاءة عالية جدا من قبل المقاتلين في جهاز مكافحة الإرهاب للقيام بعمليات نوعية متقدمة وذات أثر كبير جدا في القضاء على قيادات للتنظيم الإرهابي. ونعلم أن القيادات للتنظيم الإرهابي تمتلك قدرات عسكرية من فلول ومقاتلين انتحاريين وانغماسيين، وكذلك بالمقابل قد تمتلك كذلك وثائق ومؤن وكذلك تكنولوجيا معلومات وحتى طاقة تعتمد على الطاقة المتجددة، وهذا ما لاحظناه في الأشهر القليلة الماضية عندما قام جهاز مكافحة الإرهاب وكذلك قوات الجيش العراقي بعمليات نوعية إضافة للشرطة الاتحادية والرد السريع بهذا الاتجاه. وهذا بالتالي ما يجعل أنه المسار الأساسي للقوات الأمنية يذهب باتجاه هذه العمليات النوعية التي تدمر قدرات فلول التنظيم الإرهابي وتجعله بعيدا عن المناطق المكتظة بالسكان والتي تكون مناطق مدن زراعية أو مدن مفتوحة، لأننا نريد كذلك أن نؤمن هذه المناطق بصورة تامة جدا. دكتور حسين، يعني خلال الشهر الماضي كان هناك تصريح لرئيس الوزراء السوداني تحدث عن أنه يعني تنظيم داعش قد انتهى في العراق، لعلنا هنا نتحدث عن مثلا عناصر لربما منفردة، بعض المجموعات أو خلايا في الأوكار وما إلى ذلك، لكن اليوم نتحدث عن وجود معسكر داعشي أظن اسمه أبو يحيى، بالتالي أبو يحيى الجميلي بالتأكيد، وبالتالي السؤال المطروح إنه ما الذي يقصد رئيس الوزراء بأنه هذا التنظيم انتهى؟ إن ما تحدثنا عن إنه إحنا نحكي عن معسكر، يعني عناصر بأعداد يتدربون على الأسلحة وما إلى ذلك. لا أكيد القائد العام للقوات المسلحة السيد محمد الشياع السوداني يشير بصورة واضحة أن موجة الإرهاب الكبيرة والمتوسطة قد توقفت في الأراضي العراقية بصورة تامة جدا، ولاحظنا أن التنظيم الإرهابي لا يستطيع أن يقترب الآن من المدن الحيوية ومراكز المدن التي حررت، إن كانت تكريت، الفلوجة، الرمادي، الموصل، كركوك وغيرها حقيقة من المناطق الأخرى التي حررت من قبل قواتنا المسلحة العراقية وبدعم من التحالف الدولي والشركاء الدوليين. وبالتالي أتوقع أنه الآن أصبح لدينا قدرة عالية جدا في اجتثاث الخطر، وتبقى قضية الفلول والمفارز المحلية للتنظيم الإرهابي هي مفارز صغيرة قد تكون في هذا التجمع كان هنالك غرض قد يكون استخباري من قبل جهاز المخابرات الوطني وجهاز مكافحة الإرهاب في عملية تتبع هذه القيادات الكبيرة، ووالي مثل والي الفلوجة الذي قتل الشيخ العليم ما تحدث به سيد نائب قائد العمليات المشتركة يشير إلى أن هذا الهدف هو هدف ثمين، ولكن كانت تتعامل معه القوات أو الأجهزة الاستخبارية تعامل استخباري، وهذه وفقا لتعليمات القائد العام للقوات المسلحة نحاول أن نكتسب أو نطور الأهداف بها سواء بتتبع فلول محليين آخرين، شبكات أخرى من خلال المعلومات التي الآن حصلت عليها قوات جهاز مكافحة الإرهاب وستقوم بتحليلها بالتعاون مع جهاز المخابرات وقيادة العمليات المشتركة عبر هيئة التنسيق الاستخباري وكذلك خلية الاستخبارات وخلية الاستهداف، وهذا بالتالي ما يعزز مجموعة من الأهداف تظهر في هدف واحد، ولذلك نحن ليس إضافة للاستشارات الأمريكية العسكرية دكتور حسين. يعني أكيد الجانب التحالف الدولي إن كان الولايات المتحدة الأمريكية أو دول التحالف الدولي والناتو يقدمون الاستشارة والتدريب والمساعدة الفنية وتبادل المعلومات الاستخبارية فيما يخص باستهداف مراكز داعش تحديداً.
لا أكيد هذا الاستهداف كان استهداف بقوات عراقية بحتة من قبل قوات جهاز مكافحة الإرهاب، وكذلك بالمقابل لاحظنا عمليات الإنزال الجوي التي قامت بها قوات جهاز مكافحة الإرهاب، وتحدث عنها السيد رئيس جهاز مكافحة الإرهاب فريق عبد الوهاب ساعدي. وبالتالي نحن اكتسبنا من الجانب الأمريكي والجانب الدولي قدرات فنية كبيرة، الآن نطبقها بالقدرات الوطنية وبأسلحتنا ذات المنشأ الأمريكي ولكن بإدارة عراقية بحتة. شكرا جزيلا إذا من بغداد مستشار رئيس الوزراء العراقي دكتور حسين علاوي، يعطيك العافية وشكرا.